يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الثالثه والستون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع. المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون. والقادمون في انتظارهم مستقبلون. معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ. وغربة, وغربة الأيام, الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك هم تضحك أيامي وأشوفنك لو, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب موحش الدرب يا إمام يعني. موحش. موحش, موحش, يا يا يا. موحش موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام لا, لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز, عزيز علي, عزيز علي, علي يا إمام، عزيز, علي عزيز علي, عزيز علي, علي، عزيز علي أن أجاب دونك وأنا غاه، عزيز علي ان اجاب دونك وانا أبكيك ويخذ لك عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هذا هو عنواننا الذي مر في الحلقات المتقدمه ولا زلت أواصل الحديث تحت العنوان نفسه هذا هو الجزء التاسع في الحلقة الماضية استعرضت ببيان موجز ما جاء من آيات في سوره الكهف تحكي لنا قصه ذي القرنين وعرجت على ما جاء مرويا عن سيد الاوصياء صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع احاديثنا التفسيريه والعياشي هذا كان من علماء ومحدثي زمان الغيبه الاولى كان معاصرا للكليني رضوان الله تعالى عليهما قرات عليكم لقطات لان الروايه طويله وطويله جدا وانا لا املك الوقت الكافي لكي اسلط الضوء على كل تفاصيلها ففيها الكثير من التفاصيل التي هي بحاجه الى شرح وبيان اخذت منها لقطات وكانت لقطات مهمة ومهمة جدا، لكن الوقت لم يسعفني كي أكمل حديثي. وصلت معكم إلى صفحة 375 من الجزء الثاني من تفسير العياشي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت. لبنان وانا اقرا عليكم من الحديث التاسع والسبعين الذي بدا في صفحه ثلاثمئه وسبعه وستين هذا هو اخر الحديث ثم انصرف راجعا في الظلمه الحديث عن ذي القرنين والسفرة سفرة فضائية وهذا التعبير بهذا العنوان الظلم تعبير حقيقي ينطبق على واقع التكوين من حولنا وهذا امر ثابت علميا في زماننا فان الذين يخرجون من مدار الارض يدخلون في ظلمه الكون خارج الارض ظلام في ظلام هناك ظلمه واجهزه رصد الفضاء التلسكوبات العملاقه التي هي على الارض وحتى التلسكوبات السابحه في الفضاء هناك تلسكوبات سابحه في الفضاء ومنذ زمن ليس قريبا منذ الثمانينات وهناك تلسكوبات سابحه في الفضاء ترصد ما ترصد وتنقل عبر اجهزتها الناقله المرسله الى اجهزه الاستلام الارضي تنقل ما تصوره وما ترصده الى هذه اللحظه بحسب ما هو معروف ومنشور ومثبت ومثبت فإن الظلمة تنتشر في كل مكان الرواية هذه تحدثنا عن ظلمة الكون ولكن الإسكندر الرواية هذه تحدثنا عن ظلمة الكون ولكن ذا القرنين وصل الى مكان لا ظلمة فيه وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة السابقة ومر ذو القرنين إلى أن تقول الرواية: فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ مر هذا الكلام علينا لقد تجاوز ذو القرنين الظلمة حتى وصل إلى مكان مضيء لكنه يضيء بطاقه اضاءه تختلف عن طاقه الاضاءه التي كانت في الاجرام المضيئه في كل تلك المساحه الواسعة من الكون التي اصطلح عليها في الرواية الظلمة في هذا الكون الوسيع الفسيح الذي يمتد امتدادا هائلا فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة هذه الأيام والليالي بأي حساب بحساب الأرض أم بحساب البقاع التي كانوا فيها في السماء ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور لقد وصل الى مكان في هذا الكون الفسيح يختلف بالكامل عن كون مجرتنا والمجرات التي تليها ربما يقول قائل هذه خرافات هذه روايات ضعيفه بحسب منهج حوزه الطوسي فهذه الروايات مرسله ليس لها من اسانيد فهي ضعيفه قد يقول قائل بهذا القول انا لا اريد ان اناقش مثل هذه الترهات لكنه بالامكان ان يقول قائل ذلك لماذا الحديث عن الظلمه وعن ظلمه واسعه ممتده كيف علم ذو القرنين بذلك وكيف حدثنا امير المؤمنين بكل تلك التفاصيل اذا ما اصطبرتم علي الى اخر الحلقه فانني سارغمكم على قبول هذه الحقائق سارغمكم سارغمكم بمنطق العقل سارغمكم بحقيقه الانصاف العلمي سارغمكم بهذا الاسلوب اصطبروا علي الى اخر الحلقه مع ان الروايه طويله وتشتمل على الكثير من الحقائق والعجائب لكن لضيق الوقت فانني اقتصرت على بعض لقطاتها والا لو انني قرات الروايه بكاملها وشرحتها بكل ما جاء فيها لكان في كل ذلك تاييد للمضامين التي حدثتكم عنها في الحلقه الماضيه واشرت اليها قبل قليل على اي حال فإن الروايه اخبرتنا من ان ذا القرنين في رحلته الفضائيه هذه تجاوز الظلمه الى هذه اللحظه فان كل ما رصده العلم الحديث رصد ظلمه ممتده في هذا الكون فسيحي الواسع اعود الى صفحه 375 وخمسه وسبعين ساخذ هذه اللقطه وبعد ذلك سانقلكم الى جهه اخرى من جهات الحديث ثم انصرف راجعا في الظلمه ذو القرنين فبين هم يسيرون اذ سمعوا خشخشه تحت سنابك خيلهم هل هي خيل ولكن هذه الخيل قد زودت بطاقه خاصه تتناسب مع هذه الرحله ام ان الحديث عن وسائل عبر عنها بالخيل مراعاه للمتلقين فهذه مفردات تتناسب مع عصر الحديث مع عصر هذا الكلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث الذين يحدثهم قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ثم انصرف راجعا ذو القرنين في الظلمة فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة الخشخشة صوت يصدر في بعض الأحيان من ملامسة شيء ناعم جدا وفي بعض الأحيان من ملامسة شيء يابس جدا مر علينا في وصف الارض الحمراء التي وصل اليها ذو القرنين فخرجوا الى ارض حمراء ورمله خشخاشه فركه فركه انها لينه جدا ناعمه جدا اقرب لكم الصورة بمثال حسي طحين الذرة طحين الذرة الناعم جدا بدرجة زيرو بدرجة صفر طحين الذرة مادة النشا التي تستعمل في صناعة ال معجنات والحلويات هو هذا طحين الذرة طحين الذرة هو مادة النشا التي تستعمل في صناعة المعجنات والحلويات إنها مادة مطحونة ناعمة جدا خذوا مقدارا منها وحركوها بين اصابعكم سيصدر صوت هذا الصوت صوت خشخشة بسبب نعومة المادة وفي بعض الأحيان تكون الخشخشة بسبب يبوسة المادة فما مر من خشخشة في تلك الرملة والأرض الحمراء لأنها رملة فركه فهي ناعمة ناعمة جدا وهنا فإن المكان الذي كانوا يسيرون فيه كان متيبسا متصلبا إنها أحجار كريمة إنها جواهر ولالي قطعا بحسب تلك البقاع التي كانوا فيها في السماء فبينهم يسيرون اذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم تحت السنابك تحت الحوافر فقالوا ايها الملك ما هذا فهو صاحب العلم وهو الذي يملك تفاصيل خارطه الطريق فقالوا ايها الملك ما هذا فقال خذوا منه خذوا من هذا الذي صدرت هذه الخشخشه من خذوا من هذه الماده خذوا منه فمن اخذ منه ندم ومن تركه ندى فاخذ بعض وترك بعض اذا كانت القضيه متساويه البعض اخذ والبعض لم ياخذ فاخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمه اذا هم بالزبرجد فندم الاخذ والتارك ندم التارك لماذا لم ياخذ من الزبرجد والاخذ ندم لماذا لم ياخذ اكثر مما اخذ انها صوره عن واقع الدنيا وصوره عن واقع طبيعه التملك عند ابناء الدنيا فهؤلاء هم ابناء الدنيا على حالهم الدنيوي اكانوا في الارض ام كانوا في السماء ما هي هذه السماء الدنيا القوانين هي القوانين والحالات النفسيه هي هي وهم في جيش ملك يريد ان يبسط سلطته وملكه على بقاع الارض وما يستطيع ان يتسلط بقدرته وبالاسباب التي منحت اليه ان يتسلط على ما يتسلط عليه من بقاع السماء الحديث عن السماء الدنيا وعن زينتها عن المجرات وعن الاجرام السماوية الهائلة عن كوننا الدنيوي السماوي الوسيع الف عن كوننا الدنيوي السماوي الفسيح الواسع فقالوا ايها الملك ما هذا حينما سمعوا الخشخشه تحت السنابك فقال خذوا منه فمن اخذ منه ندم ومن تركه ندم فقال خذوا منه فمن اخذ منه ندم ومن تركه ندم فاخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمه اذا هم بالزبرجد، الزبرجد ان كان الحديث عن زبرجد الارض يقال له الزبرجد ويقال له ايضا الزبردج. يلفظ بهذا اللفظ ويلفظ بهذا اللفظ. يقال زبرجد ويقال زبردج. هناك تقديم وتاخير في حروف الكلمه ما بين الزبرجدي والزبردج. إنه نوع من أنواع الزمرد. الزمرد حجر كريم يستخرج من مناجم الجبال. هو أخضر مشبع بالخضرة اعني الزمرد براق لماع اتحدث عن زمرد الارض يستحب التختم به وحدثتنا الروايات عن انه ينفي الفقر اما المتخصصون بالاحجار يتحدثون عنه كثيرا الزبرجد هو زمرد ازرق نوع من انواع الزمرد الحديث عن الزبرجد هنا عن ماده ثمينه الكلام ليس عن الارض ما ذكرته لكم عن الزمرد وعن الزبرجدي والزبردجي وهو حجر كريم بلون أزرق زرقته لامعة براقة وهو حجر يكون صافياً يستعمله الناس في دفع الاحزان والهموم يقولون من انه مجلب للفرح اذا ما حمله الانسان معه في خاتم في قلاده في جيبه اذا ما كان موجودا معلقا في البيوت الى غير ذلك يقولون من انه يطرد الاحزان والهموم ويجلب الفرح يجلب الفرح والسرور هكذا يقولون لا شان لي بهذه التفاصيل هذا هو زبرجد الارض نحن نتحدث عن سفر في السماء عن رحله في الفضاء فالزبرجد هنا مادة ثمينة فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد فندم الآخذ والتارك ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل إنها منطقة في الشام في بلاد الشام وتحديدا في سوريا باتجاه السعوديه باتجاه جزيره العرب ورجع ذو القرنين الى دومه الجندل وكان بها منزله فلم يزل بها حتى قبضه الله اليه للرواية بقية لكنني اكتفي بهذا الذي عرضته بين ايديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة نذهب الى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر، صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، وفي شهر واحد، في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لانه, لأنه يدعو, يدعو الى الحق والى طريق, طريق مستقيم ما عرضته لكم من لقطات اقتطفتها من حديث امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه لنا الاصبغ ابن نباته من الجزء الثاني من تفسير العياشي ما عرضته لكم لم يكن قصدي منه ان احدثكم عن ذي القرنين بما هو هو لو كان مقصدي هذا لطولت الحديث عن ذي القرنين انما اردت ان اعرض لكم وسيله ايضاح مصغره تقرب لنا الفكره عن الدوله القائميه المهدويه فذو القرنين هذا كان في قديم الزمان لكنه سار في الفضاء وانتقل وسافر سفره طويله حتى انه تجاوز الظلمه انها الظلمه الممتده من حول مجموعتنا الشمسيه في جميع الاتجاهات إلى هذه اللحظة رغم ما وصل إليه العلماء من علم واطلاع لكنهم لا زالوا محبوسين في هذه الظلمة بحسب الرواية فإن ذا القرنين تجاوز الظلمة وكان يمتلك من الوسائل والتقنيات التي مكنته ان يسير تلك المسيره الطويله مع عدد هائل من قواته وجيشه، قطعا انهم قوات النخبه الذين جهزهم لهذه الرحله الفضائيه والا فانه قد ترك جيشه الكبير عند حدود تلك الظلمه مثلما قرأت عليكم في الروايه العلويه الشريفه في الحلقه المتقدمه في الليله الماضيه خلاصه القول ما حدثتكم به عن ذي القرنين في اللقطات التي اقتطفتها من الروايه العلويه الشريفه وهي روايه طويله مبسوطه الهدف من ذلك المقصد من ذلك اني اقرب لكم الفكره عن عظمه الدوله القائميه المهدويه فذو القرنين في ذلك الزمان البعيد كان ممتلكا لكل تلك التقنيات التي جاء بها من حضارات السماء هو لم يخرج عن حدود السماء الدنيا فان الله رفعه الى السماء الدنيا هكذا جاء في حديث امير المؤمنين لما كشط له عن الارض وكشف له اسرارها وأعطاه ما أعطاه، إنها الإمكانات التي توفرت له حيث ارتفع وحيث وصل إلى مكان في السماء الدنيا في هذه المجرات الهائلة الواسعة حيث كانت التقنية متطورة جدا قد تستغربون وتقولون في ذلك الوقت كان الانسان في الارض في ارضنا هذه كان متخلفا فما علاقه هذا بهذا الارض جزء من السماء الدنيا ففي ذلك الوقت كانت الحياه متخلفه وفي وقتنا هذا يمكن ان تكون الحياه في جزء بعيد عنا في هذا الكون يمكن ان تكون متخلفه ايضا ويمكن ان تكون في حضارتها متقدمه وسابقه لما عليه الانسان في الارض فما علاقة هذا بهذا؟ الكون العظيم الواسع والذي يقدر العلم الحديث يقدر بداياته الى مليارات من السنين الى مليارات من السنين انا لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل التي يمكن ان تقبل ويمكن ان ترفض ولست بصدد قبولها ولا بصدد رفضها الا ان كوننا لم يتكون قبل الف سنه او قبل عشره الاف سنه كوننا اقدم من ذلك بكثير ونحن ايضا في ارضنا ما نحن الاقدم نحن جيل متاخر نحن الذين نشأنا من أبينا آدم وأمنا حواء، نحن جيل متأخر آلاف من السنين فأرضنا قديمة أرضنا قديمة بقدم الزمان الدنيوي لا أتحدث بالمصطلحات الفلسفية والكلامية اتحدث بالمضامين اللغويه فارضنا قديمه وسماؤنا سماؤنا الدنيويه قديمه ومجرتنا مجره درب التبانه هي الاخرى قديمه كوننا قديم ونحن جيل طارئ حديث على هذه الارض في بدايات جيلنا كانت الحياة متخلفة وبعد ذلك تحركت الهوينة شيئا فشيئا إلى أن بدأ العصر الذي يسمى بالمصطلح العلمي المعاصر بالعصر الكوبرنيكوسي حينما بدأ العصر الكوبرنيكوسي سأعود إلى هذا العنوان في الحلقات القادمة نحتاجه نحتاجه كي نتحدث عنه لما بدأ العصر الكوبرنيكوسي دخلنا في عصر السرعه العلميه تحرك العلم سريعا الى ان وصلنا الى معجزات العلوم المعاصره التي نعيش فيما بينها ونتمتع بفوائدها ومنافعها العظيمه فمثلما كانت الحياة في بداية جيلنا الآدمي الحوائي كانت بسيطة متخلفة فهناك جهات أخرى في هذا الكون الحياة فيها متقدمة وذو القرنين زمانه قديم قبل سليمان النبي وقبل دولة سليمان النبي لكنه صعد إلى السماء إلى البقاع التي كانت أكثر تحضرا وجاء بالوسائل المتحضرة لأن الله سبحانه وتعالى مهّد له الأسباب مهّد له الأسباب في الأرض ومهّد له الأسباب في السماء نحن لا نستطيع التواصل مع تلك البقاع ومع تلك الحضارات ومع تلك المخلوقات في هذا الكون الفسيح لاننا لا نمتلك الاسباب التي كان يمتلكها ذو القرنين والمشكله فيما بيننا وبين تلكم المخلوقات مشكله البعد لا نستطيع ان نتواصل معهم ولا يستطيعون ان يتواصلوا معنا هذا ما اعتقده اقرب لكم الفكره في هذه اللحظه وانا في هذا البث المباشر حينما اتكلم هذه الجمله التي اتكلمها الان وحينما احرك يدي انكم في بيوتكم عبر اجهزه التلفزيون لا تشاهدونني في اللحظه نفسها فان صوره تاتيكم متاخره لعدد من الثواني فانا اتكلم الجمله الان لكنكم لا تشاهدونني الان وانا اتكلم الجمله السابقه بعد ثوان تصل صورتي اليكم لماذا لا تصل الصوره في اللحظه نفسها المسافه البعيده فيما بيني وبينكم وهذه الصوره بحاجه الى انتقال اليكم عبر الوسائط الموجوده بالنتيجه هناك عمليه انتقال هناك عمليه سفر فصورتي تسافر من الاستوديو هنا عبر الوسائل التي تسافر فيها حتى تصل اليكم فانها تحتاج الى زمن معين وهذا يختلف من مكان الى مكان فجهاز التلفزيون اذا كان في شرق الارض او كان في غربها او كان في دولة قريبة او كان في دولة بعيدة وقت وصول صورة الى هذه الاجهزة في البث المباشر سيكون مختلفا عمليه انتقال فالصوره تسافر من هنا من استوديو قناه القمر الى بيوتكم تحتاج الى وقت فانا اتكلم الجمله واحرك يدي لكنكم لا تسمعون الصوت ولا تشاهدون الصوره في الثانيه نفسها في الجزء من الثانيه نفسه لا بد من وقت يمضي حتى تصل الصوره وحتى يصل الصوت الى اجهزتكم اذا كانت المسافات شاسعه فيما بيننا وبين دواب السماوات فيما بيننا وبين الحضارات المختلفة في هذا الكون الوسيع والفسيح الممتد إذا افترضنا أنهم عبر وسائلهم وعبر أجهزتهم يريدون أن ينظر الى ارضنا اذا كانت المسافات شاسعه جدا وكان الحساب باعداد هائله من السنين الضوئيه فلربما يشاهدون الان اذا ما وجهوا اجهزتهم الى الارض ربما يشاهدون الان الطوفان في زمان نوح وربما يشاهدون الان السبيه البابليه ليهود فلسطين وربما يشاهدون الان اصحاب الكهف وهم يستيقظون من نومهم العميق الطويل وربما يشاهدون الان السيده مريم تحمل عيسى المسيح بين يديها وتشير الى زعماء اليهود باشاره الصائمه ان كلموه وهو الذي يجيبهم وربما 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 قطعا واقعه اصحاب الكهف كانت بعد ولاده المسيح لكنني اتحدث عن بقعه هنا وعن بقعه هناك بحسب بعد المسافه عن ارضنا وربما يشاهدون في هذه اللحظه الثوره الفرنسيه وحيث هجم الفرنسيون على سجن الباستيل وربما يشاهدون احداث الحرب العالميه الثانيه وربما يشاهدون المصريين يعبرون قناه السويس وربما يشاهدون الجماهير الايرانيه سنه الف وثمانيه وسبعين وهي تجبر الشاه على الفرار وربما يشاهدون صداما يغزو الكويت وربما وربما هذه المسافات الشاسعه التي فيما بيننا وبينهم هي التي تمنع التواصل فيما بين عالمنا وبين عالمهم في زمان الدوله القائميه المهدويه فان الاسباب ستختلف وان القدرات التي ستوفرها الحضاره القائميه المهدويه لاهل الارض ولسكان السماوات تسمح لهم بالتواصل ضمن هذا البرنامج والمشروع العملاق فحينئذ نستطيع ان نراهم ببث مباشر ونستطيع ان نصل اليهم وهم يستطيعون ان يشاهدونا عبر البث المباشر ويستطيعون ان ينتقلوا الينا ان يسافروا مر علينا في قضيه ياجوج وماجوج كيف يصلون الى الارض وهم امه متخلفه؟ فان التطور سيصل اليهم حتى مع تخلفهم، حتى مع انهم مسجونون ومحبوسون بذلك الردم والا كيف سيصلون الى الارض؟ يحتاجون الى وسائل كيف سيصلون الى البقاع السمائيه الاخرى يحتاجون الى وسائل هذا يعني ان الاسباب ستختلف مرادي من الاسباب المصطلح القراني الذي جاء مذكورا في سوره الكهف في قصه ذي القرنين انها الوسائط والوسائل والاجهزه والامكانات والمعلومات والقدرات والطاقات والمواهب التي ستتفتق بشكل عجيب على مستوى الافراد في البنيه الجسديه وعلى مستوى العقول في الادراك والعلم والثقافه وعلى مستوى الحواس في السمع والرؤيه وهكذا في سائر التفاصيل الاخرى طبائع الحيوانات ستتغير وهذا الموضوع ساعود اليه انما ذكرت ما ذكرت هنا على سبيل الامثله هذه موضوعات واسعه لو كان المقام مفتوحا للحديث في كل هذه التفاصيل لحدثتكم وحدثتكم وحدثتكم لكنني لست مهووسا ولست مهتما بمثل هذه التفاصيل انما اشير الى بعضها استطرادا على سبيل المثال كي اصل الى غايتي غايتي اريد ان اصل بكم الى عظمه المشروع المهدوي العملاق اريد ان اصل بكم الى هذه النقطه كي تغادروا مسار التقزيم مسار حوزه الطوسي مسار حوزه الاقزام هؤلاء اقزام في عقولهم اقزام في ادراكهم هؤلاء اقزام في دينهم هذا هو دين التقزيم انه دين المقصره انها عقائد البتريه التافهه انها العقائد المرجئيه الضاله منهج مرجئي بتري تقصيري ضال تافه اتحدث عن منهج مراجعي حوزه الطوسي في النجف هدفي من طرح هذا الموضوع اريد ان اضع بين ايديكم ملامح عظمه المشروع المهدوي الاعظم كي تغادروا حاله التقزيم التي علمتكم اياها حوزه النجف حوزه السفاهه والسفهاء نذهب الى فاصل عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه, هادمه لا يبنيه عن, عن امامنا, إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله وسلامه, الله وسلامه عليه, عليه. عام, الفتح عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل ازقه الكوفه, الكوفة. عن, عن بدر ابن الخليل, الخليل الأزدي, الازدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله, الله وسلامه عليه آيتان آيتان, آيتان تكونان قبل, قبل القائم لم يكونا يكون منذ هبط, هبط آدم عليه السلام, آدم السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباخر صلوات الله عليه, عليه إن إني لأعلم بما تقول ولكنهما أهيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام ما ذكرته لكم عن الرحلة الفضائية لذي القرنين ضعوها جانبا وتعالوا كي اقرأ عليكم ما جاء مرويا عن سلمان الفارسي عن امير المؤمنين عن رحلة فضائية القائد فيها أمير المؤمنين وسلمان كان مسافرا معه سلمان يحدثنا وسيتضح من الرحلة هذه من أنهم ساروا في المسار الذي سار فيه ذو القرنين كي يتاكد مضمون الروايه المتقدمه عن الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنين التي قرات ما قرات عليكم منها من الجزء الثاني من تفسير العياشي اذا كنتم في شك من تلك الروايه فدونكم هذه الروايه انني اقرا عليكم من الجزء الخامس من تفسير البرهان للمحدث هاشم البحراني وتفسير البرهان هو جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه مثلما تفسير العياشي جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه البرهان جامع اوسع فيه احاديث العياشي واحاديث غير العياشي من احاديثنا التفسيريه عن محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا هو الجزء الخامس من البرهان انه جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه لهاشم البحراني الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية هي الأخرى طويلة أيضا ما هو الموضوع معقد رحلة في الفضاء لا بد أن تكون الرواية طويلة فإن الرواية تبدأ من الصفحة الثانية والثمانين وتنتهي في بدايات الصفحة السابعة والثمانين لا أجد وقتا لقراءة الرواية بكاملها سأقتطف منها لقطات مثل ما فعلت في الرواية السابقة أتمنى عليكم ان تدققوا النظر معي سلمان الفارسي يقول كنا جلوسا مع امير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب متى بويع عمر بن الخطاب في اواخر جمادى الثاني في السنه الثالثه بعد العاشره من الهجره اذا اردنا ان نحدد باليوم والشهر والسنه 22 جمادى الثاني 13 هجري لهذا اليوم بويع عمر بن الخطاب بشكل رسمي 22 جمادة الثاني 13 للهجرة نحن الآن في أية سنة 1443 للهجرة فهذه الواقعة متى حدثت سنة 13 للهجرة ونحن الآن 1443 للهجرة. احفظوا التاريخ لأننا سنحتاجه. سنحتاجه لإثبات صحة ودقة هذه الرواية والتي ستثبت لنا صحة ودقة ما مر في الروايه السابقه الا لعنه على علم الرجال النجفي الا لعنه على منهج حوزه الطوسي فهذه الروايات ضعيفه السند بحسب قذارات ثولانكم في النجف اتحدث عن ايات الله العظمى عن هؤلاء الغبران الذين دمروا ديننا ودمروا قراننا ودمروا عقائدنا بجهالتهم وجهلهم بسفاهتهم وسخفهم في منهجهم الحوزوي الضال منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة وهم يسمعونني الآن يسمعونني هذا الكلام أقوله بملء فمي ويصلوا إلى مسامعهم بملء مسامعهم. سلمان يقول: كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب. هو يقول سلمان: كنت أنا والحسنُ والحسين ومحمد بن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر قطعا كانوا صغارا محمد ابن الحنفية كان صغيرا ومحمد ابن أبي بكر كان صغيرا وحتى الحسن والحسين كانوا يافعين سلمان كان كبير السن كنت انا والحسن والحسين كانا يافعين ومحمد ابن الحنفيه ومحمد ابن ابي بكر كانا صغيرين وعمار بن ياسر والمقداد ابن الأسود سلمان وعمار والمقداد كانوا كبارا وأما الحسن والحسين كانا يافعين وأما محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر كانا صغيرين الواقعه مثل ما قال سلمان الواقعه كانت في منزل امير المؤمنين الحكايه من هنا بدأت فقطعا الحسن والحسين موجودان ومحمد ابن ابي بكر هو الاخر موجود تربى ونشأ في بيت امير المؤمنين قطعا سلمان لما قال كنا جلوسا مع امير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب هو لا يتحدث في اليوم الثاني من يوم بيعته فهو بويع في 22 جمادى الثاني سنة 13 للهجرة فهذا لا يعني انهم في اليوم نفسه او في اليوم الثاني وانما بعدما بويع قد يكون في السنة نفسها في سنة 13 للهجرة قد يكون هذا وهو الأقرب للألفاظ وقد يكون بعد هذا التأريخ في سنة 14، 15، 16 للهجرة حتى يكون مناسبا لتفاصيل الواقعة بحيث أن محمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر في سن مناسب للاشتراك في هذه السفره بالنتيجه فان الحادثه قد وقعت ايام خلافه عمر وفي بدايه سني خلافته ان لم يكن في السنه الاولى في بدايه سني خلافته ان لم تكن قد وقعت في السنه الاولى سلمان يقول كنت انا والحسن والحسين ومحمد بن الحنفيه ومحمد بن ابي بكر وعمار بن ياسر والمقداد بن الاسود الكندي هؤلاء جميعا كانوا في منزل امير المؤمنين فدار حديث انا لا اريد ان اقرا الروايه بكل تفاصيلها يمكنكم ان تعودوا الى المصدر الذي اقرا منه الجزء الخامس من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني انها طبعه مؤسسه الاعلم بيروت، لبنان صفحة 82 الحديث الثالث وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب هذا عنوانه منهج التحقيق إلى سواء الطريق. سلمان مع الذين ذكرهم في بيت أمير المؤمنين. صار الاتفاق ان امير المؤمنين ياخذهم في سفر فضائي سلمان يقول فما كان باسرع من ان جاءت سحابه سلمان يقرب الفكره للمتلقي فماذا سيقول له؟ كيف سيخبره عن الوسيله التي انتقلوا بها؟ فما كان باسرع من ان جاءت سحابه فوقعت على الدار لما اراد امير المؤمنين ان ياخذهم في هذه السفره الفضائيه هذه هي الوسيله النقليه استدعاها امير المؤمنين من المكان الذي توجد فيه هذه التقنيات فما كان باسرع من ان جاءت سحابه فوقعت على الدار وإذا بجانبها سحابة أخرى وسيلتان نقليتان فقال أمير المؤمنين أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى فهبطت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه الشهادة الثالثة بجانب الشهادة الأولى والثانية ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف التي تقول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء واجب في أجزاء الاذان والاقامه والتي تقول من ان الشهاده الثالثه ما هي بجزء واجب للذي يتشهد معلنا اسلامه يكتفون بالشهاده الاولى والثانيه الا لعنه على فتاواهم الا لعنه على منهجهم القذر، الا لعنه على عقائدهم الفاسده دين ناقص وسخ عقائد ضالة منهج مرجئي قذر خبيث فتاوى وسخة تصرح من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة لا لعنة على صلاتكم فقال امير المؤمنين ايتها السحابه اهبطي باذن الله تعالى فهبطت وهي تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاه قال سلمان يقول ثم انبسطت السحابه على وجه الارض هل هذه سحابه من الغيوم هذه وسيله نقليه جاءت فاستقرت في فضاء الدار فاصدر الامير اليها امره ان تنزل الى المكان الذي يريد منها ان تنزل فيه. ما نحن الآن نتحدث مع اجهزة الموبايل حينما نريد ان نتصل تلفونيا بشخص معين. وهكذا الكثير من الاجهزة تحتاج الى بصمة صوتية ها هي بصمة صوتية وها هي هذه الأجهزة المتطورة تجيب أمير المؤمنين بهذه النغمة هذه نغمتها كالنغمات التي تمثل لنا جوابا حينما نتحدث مع الاجهزه الالكترونيه المتطوره هذه نغمه هذه الاجهزه امير المؤمنين قال لها ايتها السحابه اهبطي باذن الله تعالى فهبطت وهي تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاه قال سلمان ثم انبسطت السحابه على وجه الارض حتى كانها بساط موضوع يذكرنا هذا ببساط سليمان ما هم شيعتهم ما سليمان من شيعه علي وال علي كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا وذو القرنين من شيعة علي لا يعجبكم كلامي لا يعجبكم أنت أنت يطبق طوب أنت ومراجعك الهتلية اللي علموك على عدم معرفه العقيده السليمه طبق طوب انت ذول الهتليه من المراجع الذين تاخذ دينك منهم انا حر بديني وانت حر بدينك قال ثم انبسطت السحابه على وجه الارض حتى كانها بساط موضوع فقال امير المؤمنين اجلسوا على الغمامه فجلسنا هذا هو اسمها اجلسوا على الغمامه فجلسنا واخذنا مواضعنا اذن هناك اماكن للجلوس اخذنا مواضعنا هناك مواضع للجلوس وهناك طريقه وبرنامج للسفر بهذه الوسيله ولذا سلمان يقول واخذنا مواضعنا فقال امير المؤمنين اجلسوا على الغمامه فجلسنا واخذنا مواضعنا نذهب الى فاصل عن ابن اذينه قال ابو, أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد؟ صلى الله عليه وآله وسلم. قال سلمان: ثم انبسطت السحابه على وجه الارض حتى كانها بساط موضوع قلت لكم تذكروا بساط سليمان فيبدو ان الوسائل متقاربه قطعا في كل زمان بحسبه ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض هكذا يقول سلمان حتى كأنها بساط موضوع فقال أمير المؤمنين اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا فأشار إلى السحابة الأخرى لأن الأمير ما صعد على السحابة التي صعدوا عليها جميعا فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى شهدت بالشهادة الأولى والثانية والثالثة ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة فأشار الى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى وجلس أمير المؤمنين عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليهما إلى السحابتين بالمسير نحو المغرب وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا بهدوء رخاء مثلما مر في كرسي سليمان فرفعتهما رفعا رفيقا فتمايلت نحو امير المؤمنين فتمايلت سلمان يقول فتمايلت نحو امير المؤمنين سلمان جالسا مع الذين كانوا معه في السحابه الاولى التي سماها امير المؤمنين الغمامه كانوا جالسين في الغمامه والامير كان جالسا في غمامته سلمان يقول فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي هم أيضا يجلسون على كراسي مثل ما مر علينا في بساط سليمان عن يمينه ثلاثمائة ألف كرسي لعسكره من الإنس وعن يساره ثلاثمائة ألف كرسي لعسكره من الجن مر علينا هذا في رواية عن أمير المؤمنين أيضا قرأتها عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسيٍ ما هي هذه الغمامه كتلك الغمامه التي جلس فيها سلمان ومن معه هو قال واخذنا مواضعنا جلسوا على الكراسي الخاصه للجلوس فتمايلت نحو امير المؤمنين واذا به على كرسي والنور يسطع من وجهه ووجهه انور من القمر تستمر الروايه اذهب الى لقطه اخرى الامام الحسن الذي كان يافعا في زمن هذه الرحله الفضائيه يقول لابيه امير المؤمنين الحسن كان في الغمامه التي فيها سلمان وعمار والمقداد فقال الحسن لامير المؤمنين اريد ان تريني ياجوج وماجوج والسد الذي بيننا وبينهم انها رحله فضائيه فيأجوج ومأجوج في الفضاء وهذا ما ستبينه لنا الروايه الشريفه فقال الحسن الحسن السبط يقول لامير المؤمنين اريد ان تريني ياجوج وماجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب تحت السحاب تحت الغمامه الاولى والثانيه فسمعنا لها دويا كدوي الرعد هذه السرعه الثانيه كسرعه بساط سليمان العاصفه تلاحظون الاتساق والتناسق بين الايات والوقائع والاحداث والروايات منظومه واحده الا لعنه على حوزه النجف التي نقضت بيعه الغدير ورفضت ان تفسر القران بتفسير علي وال علي وذهبوا يفسرون القران بحسب المنهج العمري. ألا تلاحظون الاتساق الكامل بين الآيات التي حدثتنا عن الريح الرخاء وعن الريح العاصفة، وعن الروايات التي أخبرتنا عن بساط سليمان، وعن رحلة ذي القرنين منظومه حديثيه واحده الا لعنه على منهج حوزه الطوسي بحسب منهجهم كل هذه الحقائق ليست صحيحه كل هذه العقائد ليست سليمه أخذوا أجدادنا واباءنا وأخذونا إلى ضلالهم إلى فكرهم المرجعي القذر وحجبوا عنا هذه الحقائق ألا لعنة على حوزتهم ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على كتبهم ألا لعنة على عقائدهم ألا لعنة على فتاواهم فقال الحسن إمامنا الحسن السبت: أريد أن تريني ياجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد إنها الوسائل والأسباب هذه التفاصيل لا تجري تحت قانون وذل كل شيء لكم لا بد أن تعرفوا هذه الحقيقة ذلك القانون أسمى من كل هذه المعاني هذه أسباب السماوات وهذه التقنيات من حضارات في سماء الدنيا من دواب السماء مثلما جاء ذو القرنين بتلك الاجهزه بعد تلك الرحله التعليميه الاولى حين رفع الى السماء الدنيا قطعا الوسائل التي يستعملها محمد وآل محمد هي أكثر تطورا من الوسائل التي استعملها سليمان فكل بحسبه ومن الوسائل التي استعملها ذو القرنين فكل بحسب علمه وشأنه ومقامه فقال الحسن أريد أن تريني ياجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء، علت في الهواء في الفضاء الهواء هو الفضاء فالعرب تسمي هذا الذي حولنا تسميه بالهواء هذا الذي قد يقال عنه الفراغ ما هو بفراغ ولكن يقال له الفراخ وعلت في الهواء وعلت في الفضاء وامير المؤمنين يقدمنا يقدمنا الغمامة التي كان عليها أمير المؤمنين ما هو القائد؟ كانت تعلو قبل الغمامة التي كان عليها الحسنان والبقية والذي يحدثنا سلمان وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا الى جبل شامخ في العلو كل هذا الحديث في الفضاء فسلمان حين قال من اننا تحركنا نحو المغرب مراده نحو المغرب في الفضاء خروجا من الارض كالذي حدث في ايات سوره الكهف عن المغرب والمشرق وفي الرواية العلوية التي شرحتها حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو الرواية تستمر إلى أن يقول سلمان في الصفحة الرابعة والثمانين الرواية طويلة وأمر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق هذا تواصل مع الملائكة هذه رؤية إما أن تكون عبر البصيرة التي تتجاوز رؤية الحواس رؤية حاسة البصر أو أنها رؤية عبر أجهزة وعبر شاشات في الوسائل النقلية تلك التي تحركوا بها في سفرهم هذا تجعلهم يتواصلون مع الملائكة أو مع المخلوقات العظيمة في كوننا الذي هو في السماء الدنيا في هذا الكون الفسيح الواسع وأمر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يشير الى القائم والى الرجعة. واشهد انك وصيه وخليفته حق حقا وصدقا، الشهادة الثالثة في كل مكان إلا في الفتاوى الملعونة لمراجع النجف، إلا في صلواتهم القذرة في صلوات مراجع النجف ومقلديهم الشهادة الثالثة في كل مكان في التكوين والتشريع إلا عند مهاجع النجف سود الله وجوههم شلون دين طايع حظ دينه وأمر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الشهادة الحقيقية بالرسالة والنبوة فنبوة محمد ورسالته حقيقتها تتجلى في عصر الرجعة العظيمة والعصر القائمي مقدمة للرجعة العظيمة أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ورسالة محمد ونبوة محمد ودين محمد يتجلى في دولته المحمدية العظمى التي هي جنة الارض جنة الدنيا هناك يظهر الله دين محمد على الدين كله في كل كوننا في كل عوالم الغيب والشهادة في كل تلك الحضارات الممتده في كوننا الفسيح الواسع، تلك هي رساله محمد، وذلك هو دين محمد المصطفى صلى الله عليه واله، فهذا الملك يشهد بهذه الشهاده الحقيقيه. لا كما يشهد مراجع النجف بشهادة عقيدة أهل السقيفة فمراجع النجف لا يعتقدون بالرجعة ولا يعرفون أسرارها ولا يؤمنون بها يتحدثون عن رجعة بعض الأموات التي هي جزء من البرنامج القائمي في اليوم الأول عودوا الى البرامج السابقه كي تطلعوا على التفاصيل اهم مجموعه مجموعه حلقات اعرف امامك كي تعرفوا العقيده السليمه كي تنظفوا عقولكم من قذارات مراجع حوزه الطوسي الا لعنه على منهجهم وامر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا فقلت يا أمير المؤمنين سلمان يسأل الأمير قطعا هذا السؤال إما أن يكون تواصلا عبر البصيرة عبر الغيب فقد كان سلمان محدثا عن علي او انه عبر الاجهزه المتوفره في وسائل النقل التي كانوا يستقلونها هذا فالامير كان في غمامته وسلمان مع الذين معه كانوا في غمامتهم فقلت يا امير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق فقال أمير المؤمنين هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إليه وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم، أمير المؤمنين يتحدث عن نفسه وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى، ما هي السماوات لها أسبابها والارض لها اسبابها التكوين له اسبابه والتشريع له اسبابه وساده الاسباب محمد وال محمد فما شيء منا الا وانتم له السبب واليه السبيل كما نقرا في زياره الندبه الشريفه التي هي زياره مرويه عن الناحيه المقدسه ثم سرنا ساروا في هذه الوسائل النقليه الفضائيه ثم سرنا حتى وقفنا على سد ياجوج وماجوج، فقال امير المؤمنين للريح اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، واشار بيده الى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر لأن الخضر قد مر من هنا فتلك المناطق التي مر فيها ذو القرنين و فتلك المناطق التي مر فيها ذو القرنين ومر فيها الخضر وهو وزير ذي القرنين سميت بأسمائهم فهذا شأن الملوك حينما يبسطون سلطة ملكهم سلطة دولتهم على بقاع معينة فإن البقاع تلك تسمى بأسمائهم وما هذا بغريب وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر ومر الحديث عن الخضر في الروايه المتقدمه عن السفره الفضائيه لذي القرنين والخضر الذي كان وزيرا له قد تقول من ان الروايه هذه وضعها الذي وضع الروايه السابقه حتى اذا اردت أن أقبل هذا الكلام اصطبر علي يا أيها القائل إلى آخر الرواية سأضع بين يديك دليلا يرغم أنفك ثم سرنا حتى وقفنا على سد ياجوج وماجوج فقال امير المؤمنين للريح اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل واشار بيده الى جبل شامخ في العلو ليس بالضروره حينما ياتي ذكر الجبل في هذه الروايات التي تتحدث عن السفر في الفضاء فان المراد من الجبل هو الذي نعرفه في الارض وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر انه ارتفاع هائل واذا ارتفاعه ما يحد البصر ما يحد البصر يجعل البصر محدودا فهو مستمر وقد بينت لكم من ان السد الذي بناه ذو القرنين والذي هو في الحقيقه ردم هو اقوى من السد انه بناء في السماء مرت التفاصيل والروايه تحدثنا عن السماء عن الفضاء اذا ما وصلنا الى اخرها فان الصورة ستكون جلية وواضحة جدا فنظرنا الى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر البصر يصبح محدودا وهو اسود كقطعه الليل الدامس، الدامس الشديد الظلام الذي لا يستطيع الانسان ان يتميز فيه الاشياء، لا يستطيع ان يرى مطلقا. واذا ارتفاعه ما يحد البصر ما يجعل البصر محدودا وهو اسود كقطعه الليل الدامس. يخرج من ارجائه الدخان فهل هذا جبل كجبال الارض فقال امير المؤمنين يا ابا محمد يتحدث مع الحسن السبط لانه هو الذي طلب من الامير ان ياخذهم الى سد ياجوج وماجوج فقال امير المؤمنين يا ابا محمد انا صاحب هذا الامر على هؤلاء العبيد يشير الى اقوام ياجوج وماجوج قال سلمان فرايت اصنافا ثلاثه مما راه هناك ليس بالضروره ان الجميع على هذه الشاكله فرايت اصنافا ثلاثة طول أحدهم مئة وعشرون ذراعا مئة وعشرون ذراعا يعني ستين مترا فالذراع إذا كان الحديث عن ذراعنا البشري العادي فالذراع يشكل نصف متر بقياساتنا المعاصره الذراع الطبيعي الاعتيادي للانسان لاننا اذا جمعنا ذراعنا الى صدورنا هذه المسافه تقارب المتر بحدود المتر وقد تكون أكثر عند بعض الأشخاص هذه قضية نسبية وقد تكون أقل عند أشخاص آخرين الكلام تقريبي فسلمان يقول فرأيت أصنافا ثلاثة طول أحدهم مئة وعشرون ذراعا ما يقرب من ستين متراً والثاني طول كل واحد منهم ستون ذراعا ما يقرب من ثلاثين مترا والثالث النوع الثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها هذه الأصناف التي رآها سلمان هناك، القضية لا تقتصر على هذه الأصناف هذا كناظر ينظر إلى الأرض فيرى فيلا ويرى تمساحا ويرى مثلا نعجة أو يرى ثورا وهكذا فإنه رأى أصنافا ثلاثة فليس بالضرورة أن كل الأصناف تنحصر بهذه الأوصاف الحديث عن أقوام ياجوج ومأجوج ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف جبل قاف في السماء إنه موطن في مجرتنا في مجرة درب التبانة مثل ما يبدو من الروايات الشريفة لكنه في الفضاء الروايات تقول من أنه جبل محيط بالأرض ليس بالضروره ان يكون جبلا صخريا قد يكون مجالا مغناطيسيا قد يكون بؤره من بؤر الطاقه الكونيه نحن لا نعرف هذه الاسرار ثم ان امير المؤمنين خلاصة ما اريد ان اصل اليه من ان الرحلة في الفضاء ثم ان امير المؤمنين امر الريح فسارت بنا الى جبل قاف فانتهينا اليه واذا هو من زمردة خضراء مر الحديث علينا قبل قليل عن الزبرجدي الذي هو نوع من انواع الزمرد عن الزبرجدي الذي داسوه اصحاب ذي القرنين بسنابك خيولهم والبعض اخذ والبعض لم ياخذ وهيمنت الندامه عليهم جميعا ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، في الروايات جبل قاف جبل محيط بالعرض فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر، الرواية طويلة 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 جدا أذهب إلى آخرها ثم سألناه سألنا أمير المؤمنين ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا الرجوع إلى الأرض التفتوا معي التفتوا معي إلى هذه الكلمات ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك ان شاء الله تعالى رحله طويله انا ما قرات من الروايه شيئا قرات شيئا يسيرا سطورا منها ثم سالناه الرجوع الى اوطاننا فقال افعل ذلك ان شاء الله تعالى واشار الى السحابتين فدنتا منا لانهما وأشار إلى السحابتين فدنتا منا لأنهم كانوا قد نزلوا من السحابتين من الغمامتين نزلوا في بعض المواطن من رحلتهم ومن سفرهم فقال خذوا مواضعكم لابد ان يجلسوا بطريقه خاصه هذا التعبير يشعر بهذا المعنى فقال خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابه في سحابتهم التي جاؤوا بها من الارض وجلس الامير على اخرى وامر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو العباره جميله حتى صرنا في الجو ولم يقل حتى صرنا في الهواء الهواء هو الفضاء ولكن التعبير بالجو تعبير واضح حتى صرنا في الجو لاحظوا العباره المهمه هنا حتى راينا الارض كالدرهم كالدرهم انها الكره الارضيه حتى راينا الارض كالدرهم سفر في الفضاء حتى راينا الارض كالدرهم انا اسالكم واسال وجدانكم وانصافكم ان كان عندكم وجدان وان كان عندكم انصاف أخاطب الذين يعتمدون المنهج السندي القذر في رفض هذه الأحاديث هذا الكتاب تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني متى ألف هاشم البحراني توفي سنة ألف وسبعة ألف ومية وسبعة للهجرة قطعا هذا الكتاب ألفه قبل وفاته هاشم البحراني توفي سنة ألف ومية وسبعة للهجرة الكتاب قطعا ألفه قبل هذا التاريخ قبل ألف وسبعة نحن الآن في سنة ألف وثلاثة هذا الكتاب مؤلف قبل 350 سنة سيد هاشم البحراني نقل الرواية من كتاب آخر ذكرته لكم منهج التحقيق إلى سواء الطريق. هذا الكتاب كان موجودا قبل هاشم البحراني وقبل كتاب هاشم البحراني حتى إذا أردت أن أقول من أن هاشم البحراني هو الذي افترى هذا الحديث. من اين جاء بهذه المعلومه قبل 350 سنه؟ من ان الارض للذي يسافر في الفضاء واذا رجع اليها يراها من بعيد كالدرهم، من اين جاء بهذه المعلومه؟ بحدود ثقافتي وانا قد اطلعت على الكثير من المعلومات والثقافات اطلعت على كتب الفلسفه وكتب التاريخ واطلعت على الكثير من كتب العلوم القديمه والحديثه انني ما وجدت شيئا كهذا في كتب القدماء من حديث عن رحله في الفضاء وان الراجع الى الارض يرى الارض كالدرهم لماذا وصفها سلمان بالدرهم لماذا لم يصفها بالدينار ما هو الدينار اغلى ثمنا والدينار اقرب الى حواس الانسان من الدرهم فهو الاغلى وهو الاجمل وهو الافضل لماذا وصفها بالدرهم؟ لان الدينار ذهبي والارض للقادم من الفضاء اليها لا يراها ذهبيه هذا نحن عرفناه الان هذا عرفناه بعد ان صورت الارض ماذا يسمون الارض بالكوكب الازرق بعد ان صورت بعد ان استطاع الانسان ان يخرج من الارض زرقه الارض مردها الى كثره الماء فيها فمساحه الماء فيها واسعه كبيره جدا هناك مياه المحيطات والبحار التي هي مساحات متصله واسعه وهناك مياه حتى في الارض اليابسه مياه البحيرات مياه الانهار مياه السواقي مياه الجداول مياه الشلالات مياه العيون في الارض اليابسه فلون الماء مع انعكاس الضوء عبر الغلاف الغازي يجعل الارض ملونه بلون قريب من اللون الازرق الذي يخالطه شيء من اللون الرصاصي وهذا هو لون الدرهم الدراهم في زمان هذه السفره كانت تصنع من الفضه التي ما هي بفضه صافيه ما كانوا يمتلكون الوسائل لتنقية الفضة في الزمان الذي حدثت فيه هذه السفرة على الارض وخصوصا في بلاد العرب الدنانير والدراهم كان اليهود يصنعونها في بلاد العرب وهناك من يصنعها في بلاد اليمن في بلاد المدينه في المدينه في يثرب كان اليهود يصنعون الدنانير والدراهم بالوسائل المتخلفه التي يملكونها فكانت الفضه التي يستعملونها كانت مخلوطه بعناصر اخرى زوروا المتاحف وانظروا الى الدراهم القديمه ما هي بفضيه بذلك اللون الفضي البراق الصافي هناك زرقة فيها بسبب الشوائب المختلطه بالفضه وصف دقيق من سلمان للكره الارضيه من انها كالدرهم انه الكوكب الازرق اتعلمون من ان اقدم صوره صورت للكره الارضيه متى كانت الف وسته وستين ميلادي هذا الكتاب اتحدث عن تفسير البرهان مؤلف قبل 350 سنه يعني قبل اول صوره اخذت للارض هذا الكتاب مؤلف بثلاثه قرون فمن اين جاء هاشم البحراني بهذه المعلومة إذا كانت هذه الرواية مكذوبة مع أن هاشم البحراني نقلها عن كتاب قبله لكنني أفترض أن هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية من أين جاء بهذه المعلومة؟ هذه معلومة دقيقة ولا توجد في تراث أي أمة بحدود معلوماتي انا لست مطلعا على كل شيء لكنني مطلع على مختلف الثقافات في العالم مطلع على الاداب والفنون والفلسفات والاديان والتاريخ واعتقد ان هذا واضح من خلال برامجي واحاديثي وان كنت لا اتحدث كثيرا في هذه المجالات التي لي اطلاع واسع فيها. لأن أحاديثي دائما تنصب في الجانب العقائدي في ثقافة العطرة الطاهرة بحدود اطلاع المحدود ما وجدت في آدابي أو فنوني أو تفاصيل ثقافات الأمم الأخرى أن أحدا سافر الى الفضاء يوجد في الثقافات الاخرى يوجد حديث عن سفر الى الفضاء لكنني اتحدث عن هذه اللقطه عن ان الراجع من سفره الفضاء الى الارض وصف الارض بانها كالدرهم هذا عندنا فقط ولكن ماذا نفعل لغبران النجف من طيح الله حظهم وطيح الله حظ منهجهم وطيح الله حظ حوزتهم التي تضعف هذه الاحاديث هذه حقائق حقائق وتلاحظون الاتساق والانتظام ما بين الآيات التي تحدثت عن الدولة السليمانية والآيات التي تحدثت عن ذي القرنين وعن ياجوج وماجوج وما قرأت عليكم من الروايات فيما يرتبط بدولة سليمان وفيما يرتبط بسفرة ذي القرنين في الفضاء وفيما يرتبط بهذه الروايه المليئه بالاسرار. عجيبه هذه الكلمه ثم سالناه سالنا الامير يا امير الامراء ثم سالناه الرجوع الى اوطاننا في كل مكان مر في الرواية كانت الشهادة الثالثة موجودة الى جنب الشهادة الاولى والثانية الا في نجف علي الا في نجف علي عند هؤلاء المرجئة السفلة يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي بذكر علي ألا لعنة على فتاواه ألا لعنة على دينه على عقائده على صلاته على صومه نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة <applause> الثمالي قال, <applause> قال قال لي أبو جعفر امامنا, إمامنا الباقر صلوات الله, الله عليه انما يعبد الله من يعرف الله فأما, فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا قلت, قلت جعلت, جعلت فداك فما, فما معرفه الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاه علي صلوات الله عليه والائتمام به وبائمه الهدى صلوات الله عليه والبراءه الى الله عز وجل من عدوهم, من عدوهم هكذا, هكذا يُعرف, يعرف الله, الله عز, عز وجل, وجل رجاء اعرضوا لنا اقدم صوره صورت صورة صورها الانسان للكره الارضيه بشكلها الكامل واتركوها اتركوني كي أتحدث عن هذه الصورة هذه أقدم صورة أخذت للكرة الأرضية وتلاحظون التأريخ عليها 11 11 1900 أو ستة وستين هذه الصورة أخذتها وكالة ناسا للفضاء الوكالة الأمريكية المعروفة أخذتها للكرة الأرضية بهذا التأريخ 11 11 1966 قبل هذا التأريخ كانت هناك صور للكرة الأرضية لكن لأجزاء من الكرة الأرضية أما هذه الصورة فهي أقدم صورة أخذها الإنسان للكرة الأرضية من الفضاء ألف وتسعمئة وستة وستين دققوا النظر فيها للذي يراها من بعيد وفي زمان خلافة عمر سنة 13 للهجرة وما بعدها من السنوات هو هذا الزمان الذي حدثت فيه هذه الرحلة في ذلك الوقت وسلمان يحدث الذين حدثهم بهذا الحديث فكيف يصف لهم هذا المشهد؟ قطعا سيصف لهم المشهد بمثال تقريبي محسوس موجود بين ايديهم لذا قال هذه الكلمه حتى راينا الارض كالدرهم هذا هو اقرب وصف لهذه الصوره الدرهم ايضا فيه خطوط نقوش الصوره التي بعدها رجاء هذه الصوره ايضا للكره الارضيه من الفضاء

الف وسبعه وستين سنه كامله رجاء اعرضوا لنا الصوره التي بعدها هذه الصوره عشرين خمسه الفين وثمانيه تلاحظون الزرقه بدت واضحه وتلاحظون اللون الرصاصيه بدا واضحا ايضا وهذا بالضبط هو الذي يمكننا ان نتلمسه في الدراهم القديمه زوروا المتاحف ودققوا النظر فيها اخر صوره هي بايدينا عن الكره الارضيه وهي موجوده الان في الموقع الالكتروني الرسمي لوكاله ناسا الفضائيه الامريكيه تاريخ هذه الصوره عشره سته الفين وواحد وعشرين وكان في هذا اليوم قد حصل خسوف للقمر واثر الخسوف موجود على القطب الشمالي للكرة الأرضية تلاحظون سوادا في أعلى الأرض هذا السواد الموجود في أعلى الكرة الأرضية هو أثر الخسوف القمري في اليوم نفسه الذي أخذت فيه هذه الصورة عشرة ستة الفين وواحد هذه الصوره اقرب الى ان نصفها بوصف الدرهم مثلما وصفها سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وهو يراها بعد ان اقبل عائدا الى وطنه الى المدينه في تلك السفره والرحله الفضائيه بقياده امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكل ذلك قد جرى ضمن الاسباب وليس ضمن قانون وذل كل شيء لكم ذلك القانون اعلى رتبه اسمى ساشرح لكم هذا ايضا لكنني ماذا اصنع للوقت ساكمل قراءة الرواية. أنا ما قرأت منها كثيرا، قرأت منها شيئا يسيرا. سلمان يقول: ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، سألنا الأمير فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى السحابتين الى المركبتين فدنتا منا فقال خذوا مواضعكم اجلسوا بحسب القوانين فجلسنا على سحابه وجلس الامير صلوات الله عليه على اخرى وامر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى راينا الارض كالدرهم وهم راجعون اليها ثم حطتنا في دار امير المؤمنين في اقل من طرف النظر سرعه اشد من سرعه الضوء هذه السرعه لم تتوفر لا لسليمان ولم تتوفر لذي القرنين ثم حطتنا في دار امير المؤمنين في اقل من طرف النظر. هذا التعبير اذا اردنا ان نفهمه بنحو علمي انه الحديث عن سرعه الضوء. لان الضوء هو الذي ينقل لنا صور الاشياء وقبل قليل قلت لكم من ان المسافات الواسعه جدا التي تعد بارقام كبيره من السنين الضوئيه فانهم لو نظروا الى الارض ربما بحسب الوسائل التي تتوفر لديهم سينظرون الى امير المؤمنين وهو يقتلع باب خيبر في هذا الوقت في هذه اللحظه وربما وربما ذكرت لكم امثله مختلفه قبل قليل ثم حطتنا في دار امير المؤمنين في اقل من طرف النظر وكان وصولنا الى المدينه وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علت الشمس اي في وقت الضحى في بدايه الضحى وكان وصولنا الى المدينه وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علت الشمس علت الشمس يعني بعد أن أشرقت فحينما تشرق الشمس تكون هابطة ثم تعلو فلما تعلو ويشتد ضوءها يقال لهذا الوقت الضحى إنها بداية الضحى تكون عند بداية الصبح بعد إشراقة الشمس حينما تعلو الشمس بعد ان كانت هابطة في وقت اشراقها وكان خروجنا منها وقت علت الشمس فقلت أيا لله العجب كنا في جبل قاف وجبل قاف يحيط بالأرض كم هي المسافة فيما بينه وبين الارض؟ نحن لا نعلم ذلك، هو يحيط بها. كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار من اول الصبح الى وقت الظهيرة، الى وقت الاذان وكان وصولنا الى المدينه وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علت الشمس فقلت ايا لله العجب كنا في جبل قاف مسيره خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال امير المؤمنين هذه المسيره بعيده جدا اتعلمون ان المركبات الفضائيه التي صعدت الى القمر قطعت المسافه في ايام قليله جدا الحديث عن خمس سنين كنا في جبل قاف مسيره خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال امير المؤمنين لو انني اردت ان اخرق الدنيا باسرها والسماوات السبع وارجع في اقل من الطرف في اسرع من الضوء لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم قلت لكم هذا بالأسباب اسم الله الأعظم والمراد منه علم اسم الله الأعظم هذه أسباب أما محمد وال محمد فهم فوق الأسباب في مقاماتهم العالية الإمام المعصوم له مقامه البشري المقيد وله مقامه البشري المطلق هذا الذي نتحدث عنه هذا في مقامه البشري المقيد سأحدثكم عن المقامين من قرآنهم ومن أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم لقد تحدثوا عن هذا في كل ما تحدثوا فيه ولكننا ماذا نصنع للشيعه التي لا تعرف امامها لماذا؟ لانهم يدينون بدين المرجئه من مراجع حوزه الطوسي الذين لا يعرفون امام زمانهم ويضحكون على الشيعه على انهم نواب له كذابون دجال فقال امير المؤمنين: لو انني اردت ان اخرق الدنيا باسرها والسماوات السبع وارجع في اقل من الطرف بسرعه هي أسرع من سرعة الضوء لفعلت بما عندي هذه باء السببية فهذا بالأسباب وليس بقانون وذل كل شيء لكم ذلك شأن آخر لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم فقلنا يا امير المؤمنين انت والله الايه العظمى هذه الايه العظمى مو ذبل السرابي مو هذه السفله الايه العظمى هذا هذا هو الايه العظمى مثلما يقول له سلمان فقلنا يا امير المؤمنين انت والله الايه العظمى والمعجزه الباهره بعد اخيك وابن عمك رسول الله كل هذا في المقام البشري المقيد نذهب الى فصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا, متفرداً بوحدانيته, بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه, وفاطمة فمكثوا الف دار ثم خلق جميع, جميع الأشياء, الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم, فهم يحلون ما يشاءون يشاء ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء, ما يشاء الا ان يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد, محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد وقت الحلقه صار طويلا ووصلنا الى نقطه حساسه جدا المقام البشري المقيد والمقام البشري المطلق للامام المعصوم هذا ما ساحدثكم عنه في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى لكنني اقول للذين قلت لهم سارغم انافكم في نهايه الحلقه ارغمت انافكم او لا بالحقائق هذه حقائق ماذا تقولون نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله